صارت عبارة عن لبسة جديدة، حافظت على التراث الموجود عندي وحافظت على الشلات والمناديل الموجودة هون. الهدف منها انه نسهل عملية بيع وشراء والتبرع بالاشياء المستعملة بين الناس، فاي حدا ممكن يفوت هاي المنصة، وهي عبارة عن تطبيق الكتروني متوفر للاب ستور والابل ستور، يقدر الناس يفوتوا يضيفوا القطع اللي هم راغبين انهم يبيعوها، وكمان الطرف الثاني اللي هم الناس اللي بتشتري بيقدروا يفوتوا يتصفحوا ويشوفوا ايش في خيارات متوفرة ويشتروها.